الحلقة الأفضل في المسلسل لحد دلوقتي. هو خلاص الموسم بيخلص، بس أيوه هي الأفضل. تخيل كده لو المسلسل ما كانش فيه فلاش باكس كتير مش مفيدة، المسلسل ده كان هيبقى في حتة تانية خالص. بس الحلو ما بيكملش. أهلا بيكم في فيديو جديد وتحليل للحلقة الثامنة من مسلسل ذا لاست أوف أس. في كمية تفاصيل وإستر إكس موجودة في الحلقة دي وكانت موجودة في اللعب. بس قبل ما نبدأ ما تنساش إن أنت تثبت وجودك وتعمل لايك للفيديو لأن ده فعلا بيفرق جدا، فخلونا بقى نوصل الفيديو ده 2000 لايك. ولو دي أول مرة تشوفني فممكن تشترك في القناة، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده كده يعني لو حبيت بقى ان انت تشوفني تاني. ونخش بقى على التحليل وهنحلل ام الحلقه تحليل. يلا بينا. في الحلقه دي بنبدا نشوف ظهور مجتمع جديد مثير للاهتمام. لفت نظري حاجه بين الحلقه دي والحلقات اللي فاتت. الحلقات اللي فاتت شفنا مجتمعات زي فيدرا اللي بتحكم الناس وبتسيطر عليهم بالعنف، وشفنا مجتمعات تانية زي المتمردين على فيدرا بقياده كاثلي اللي كانت بتسيطر عليهم وبتوجههم بالغضب والكراهيه. لكن في مجتمع سيلفر ليك او زي ما اتوصفت لما جول كان بيسال واحد منهم قبل ما يقتله، قال له ده مكان وهمي مش حقيقي منتجع. هنا دي مش استعارة ولا مجازا، لا فعلا هو المجتمع ده وهمي، مش زي باقي المجتمعات اللي كنا بنشوفها اللي هم بيتجمعوا مع بعض وبيتحدوا اي حاجة يقابلوها عشان كل واحد يقدر ينجو بحياته. هنا الناس تابعة لشخص واحد اسمه ديفيد، مش حبا فيه، لا هم خايفين وعايزين حد يحميهم. وحرفيا لما كانت اللقطات بتيجي عليهم وهم بياكلوا، هنا بقى احنا ممكن نقول مجازا هم عارفين الحقيقة، هم بياكلوها وعارفين ان هم بياكلوا لحوم بشر، متخيل؟ طبعا اللي لعبوا اللعبة مش هيكونوا متفاجئين، لكن اللي اول مرة يشوف القصة فصدمة. بس انت تتوقع ايه يعني من ناس في نهايه العالم ومفيش اكل؟ شفنا نفس الموضوع ده في مسلسل ذا 100، مش عايز احرق فيه حاجه، بس في واحد من المواسم فعلا اضطر ان هم ياكلوا لحوم بشر. بس المختلف هنا بقى ان ديف معيش الناس في وهم، هم كمان بيحاولوا يصدقوا الوهم ده ان هم كل ده بياكلوا لحم غزال عادي، بس كلنا عارفين اللي فيه. عنوان الحلقه شفناه متعلق في المكان اللي كانوا بياكلوا فيه وبرده كان موجود في اللعبه، وفعلا هو العنوان المثالي للحلقه. هو طويل شويه الصراحه بس ماشي. الحلقه دي فيها ربط كتير بالكتب المسيحية وجمل مقتبسة بشكل مباشر، واكيد انتوا لاحظتوا ده في الحلقة. بنبدأ بقى نشوف المجتمع الوهمي بقيادة ديفيد او ديف وهم في اضعف نقطة ليهم، واللي بيدعم الموضوع ده هو التلج. زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت لما شفنا التلج وجول كان بيحتضر، التلج بيعبر عن مرحلة سقوط او مرحلة ضعف بيمر بها احد الشخصيات. الحلقة اللي فاتت كان جول، لكن المرة دي كل الاشخاص الموجودين في سيلفر ليك ومعاهم ديفيد. على قد ما هو قائد ليهم، ولكن هو عارف ان هو معايش الناس على وهم، وان ايمان ده هو مجرد ادعاء وهيبان على حقيقته في اخر الحلقه. بس حقيقته ايه بالظبط هكلمكم عليها لما نوصل لها في الفيديو. في اللحظه اللي بنشوف البنت بتسال امتى هتقدر تدفن ابوها، يمكن دي الوحيده اللي نقدر نقول عليها ان هي لسه مش متقبله حقيقتها زي اللي حواليها. طبعا هي بتساله ندفن ابوها لان هي عارفه ان هم بياكلوا لحوم البشر، ويمكن تكون كلت ابوها وهي لسه مش عارفه، لكن ديفيد كذب عليها وقال لها ان احنا ما نقدرش ندفنه دلوقتي فهنستنى للربيع. بنشوف هنا تروي بيكر اللي لعب دور جول في اللعبه بالمناسبه، بيتكلم مع ديف عن انهم اكتشفوا غزلان في الليله اللي فاتت، وهنا هو مش قصده على الغزلان، لا هو قصده على حاجه تانية، ولكن هما بيتكلموا بشفره. من غير الشفره بقى فهما بيتكلموا على بشر هيجهزوهم للاكل. القرف ده يا جدعان، انا بحاول اشرح اهو بس فعلا حاجه تقرف الصراحه. بيتكلموا بالطريقه الغريبه دي في محاوله ان هما يكذبوا على نفسهم، بيحاولوا يقنعوا نفسهم بنفس الوهم ان هما بياكلوا لحم غزال عادي، وفي نفس الوقت بيحاولوا يخبوا السر لان الناس كلها لو اكتشفت بقى الحقيقه بشكل مباشر محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. حرفيا الحلقه دي كده عباره عن ابتلاع الوهم وهضمه، وبعدين على الحمام بقى. ده انتوا بشر. الشفرة دي استمرت معانا طول الحلقة، حتى لما ديف قال لإيلي إن هو بعت ناس عشان يدوروا على حاجة ياكلوها، هنا هو ما يقصدش حاجة ياكلوها، هو قصده واحد ياكلوه. بنشوف جول لسه فاقد وعي وما نعرفش هيفوق إمتى، وإيلي بعد ما قررت الحلقة اللي فاتت إن هي تنقذه، بتعمل أقصى جهدها عشان تحميه، وفي نفس الوقت بتدور على حاجة ياكلوها، وطبعًا إحنا عارفين المشهد ده واحد من أشهر المشاهد في اللعبة. بنشوف إيلي وهي بتصطاد أرنب، بس المختلف بقى إن في اللعبة هي فعلًا اصطادته، لكن في الحلقة هنا زي ما شفنا فهو قدر إن هو يهرب. وبعدين تلاقي غزال، والمختلف برضو ان في اللعبة إيلي وصلت للغزال الاول، بس هنا ديفيد وجيمس هم اللي لقوا الغزال قبلها، ودي حاجة كويسة لان هم خلوا كده ديفيد وجيمس اتنين كانوا ماشيين عادي جدا ولقوا اكل او زي مثلا لقوا فلوس وقع على الارض، بيتكلموا مع بعض عادي وشكلهم مسالمين جدا بحيث ان المشاهد ما يشكش فيهم خالص. الحلقة اصلا من اولها بتحاول تقنعك كده ان ديفيد ده شخص عادي، شخص بيحاول يحمي الناس اللي بيتبعوه وبيحاول ان هو يكسب ثقتهم، وفي نفس الوقت بنشوف الثقة اللي اتطورت بين إيلي وجول، لكن الثقة الأخيرة بقى مختلفة وهي ان احنا بنشوف ديفيد وهو بيحاول خداع إيلي، بيحاول يقنعها ان هو كويس وان هي لازم تثق فيه، اوفر دوز ثقة في الحلقة دي. حتى جول لما قربت اتنين وبيسألهم عن المكان اللي إيلي اتخطفت فيه بعد ما الراجل قال له المكان فجول قتل، مفيش بربع جنيه ثقة حتى، لا ربع ايه، مفيش جنيه ثقة، اصل الدولار عاملها مع الجنيه دلوقتي، فرق عملات بقى وكده. المهم نرجع لموضوعنا. إيلي لأول مرة بتقابل ديفيد وجيمس، وهنا مشهد نسخة من اللعبة، نفس الديالوج، نفس طلبات إيلي ان هي عايزة دواء، حتى وصف الناس للمجموعة اللي هم عايشين فيها اللي هم سيلفر ليك
لك نفس الوصف اللي قالوه في اللعبه بالظبط. وطبعا احنا عارفين ان إلي من اول حلقه في المسلسل ما بتثقش في اي حد بسهوله، وبنشوفها رافضه حتى ان هي تقول اسمها. جيمس وديفيد قالوا اسمائهم عادي تعبيرا عن ان هم عايزين يكسبوا ثقه إلي، لكن إلي رفضت ان هي تقول اي حاجه عن نفسها وبدات تتكلم معاهم. بالمناسبه بقى كده في الحلقه دي انا حاسس ان احنا بعدنا شويه عن الوحوش والكليكر، ما شفناش شخص مصاب واحد في الحلقه دي. وهنا المسلسل بيوصل لك فكرته الاساسيه، مش الزومبيز او الوحوش او الكليكرز، لكن بيوصل لك فكره المشاعر وازاي الناس ممكن تتعامل مع بعض في نهايه العالم. عارف المسلسل ده لو هصنفه فمش هصنفه مسلسل اكشن من الطراز الاول، هو مسلسل درامي. هي دي ممكن تكون حاجه سلبيه للناس اللي بتتفرج على المسلسل وعايزه بقى تشوف اكشن وعايزه تشوف كده صراعات بتحصل بين البشر والوحوش، ولكن المسلسل بصراحه مركز على جانب تاني. فبقول لي بقى تحت في الكومنتات، انت حابب ان المسلسل كان يركز على الوحوش والصراع ده، ولا ان هو يفضل زي مكمل ونشوف صراعات البشر مع بعض؟ بس قبل بقى ما نخش على النص التاني من الحلقه والكلام المهم، ما تنساش ان انت تنزل تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه. عايزين نوصل بقى 50,000 يا جماعه، اصل في ناس كتير فعلا بتنسى ان هي تعمل سبسكرايب، او يمكن ما بينسوش، يمكن في ناس فعلا مش عايزه تعمل سبسكرايب. بس الموضوع ده يزعلني وانا زعلي وحش، بدل ما هنزل مرتين في الاسبوع هنزل مره واحده، ده ايه العقاب القاسي ده؟ مش ممكن. ما علينا نكمل الحلقه. جيمس بيروح يجيب الدواء اللي إلي طلبته، وهنا بقى بنشوف حوار طويل بين إلي وديف، وكان بدا كده ان هو يكسب تعاطفها لحد ما جيمس بيوصل، ولكن إلي بتهرب منه. بيبدا ديفيد بقى بعدها في رحلته للبحث عن إلي، وعلى وصفه ان هي بتفكره بنفسه زمان، طبعها عنيف ما بتثقش في حد وكمان عندها ولاء، مع ان اشك في الموضوع ده عند ديف، اصل بالمنظر ده كده لو ديفيد ده حرفيا جعه في الصحراء ومعاه واحد صاحبه هو مش هيقتله عشان ياخد الاكل اللي معاه، هو هياكله هو شخصيا. وبعد بقى ما يخلص هيقول لك يا سلام الدراع بس كان ناقصه شويه توابل. المهم بقى لو هنقارن شخصيتين في الحلقه دي عكس بعض تماما، فاحنا عندنا جول وديف. ديف هو شخص في الاساس كان سيء وما زال، ولكنه بيعيش تحت عباءه الواعظ والحامي لجماعته. لكن جول في الاصل هو شخص كويس، بعد اللي حصل لبنته اتحول لشخص سيء، ولكن عكس الشخص اللي بيستخبى في حاجه اللي هو ديفيد، فجول هو اللي بيخبي الحاجه. يا سلام عليا، قاموس متكلم يا جدعان. جول من ساعه اللي حصل لبنته هو مخبي حقيقته ان هو فعلا شخص جدير بالثقه وانه انسان طيب. اظن وصلت لكم الفكره اللي عايز اقولها. المشهد اللي ديف بيرجع فيه بالغزال وبيقول لجماعته ان هو لقى إلي البنت اللي هم بيدوروا عليها، ان المفروض ان اللي معاها اللي هو جول قتل واحد منهم. بنشوف البنت اللي ابوها اتقتل وكانت بتقول لديفيد ان احنا المفروض ندفنه، بتقول له انه لازم يقتل الاثنين. طبعا ديفيد بيديها قلم بيسمع المنطقه كلها، لان هو شايف ان إلي ليه هو لوحده وبس، وكمان فهو اللي قرر مين اللي يعيش ومين اللي يموت، حرفيا بيستعبدهم، لان هو شايف زي ما قال في الحلقه ان هو الوحيد القائد وان اللي حواليه كلهم مجرد غنم. في مشهدين في الحلقه دي كان فيهم كونتراست قوي جدا، المشهد الافتتاحي للحلقه وديفيد بيتكلم مع الناس، والمشهد الثاني لما ديفيد رجع بالغزال. غير الحوارات اللي حصلت، فرق الالوان حتى بين المشهدين يوضح لك التناقض اللي بيحصل في المجتمع الوهمي ده. هنا كنا شايفين مثلا ان ديفيد شخص الى حد ما كويس، بيحاول يحمي الناس اللي حواليه اللي هم مقتنعين بكلامه زي ما كنا مفكرين، لكن في المشهد الثاني عرفنا الحقيقه وان الناس دي مش مصدقه ولا حاجه، هم كل ده بيوهموا نفسهم وخايفين وعايزين بس حد يحميهم. اللي بقى بتبدا تعرف ان ديف والناس اللي معاه جايين عشان يدوروا عليها ويقتلوا جول، بتحاول ان هي تهرب ولكن في الاخر بيمسكوها وبيحبسوها. وهنا بقى بنوصل للجزء الاخير من الحلقه، جول اخيرا بيصحى وبيبدا ان هو يقتل الناس اللي بيدوروا عليه. في نفس الوقت بقى ديف كان بيشرح لإلي وجهه نظره عن الفطريات او الكورديسبس. واحد من صناع المسلسل كريج ماسون قال ان الفطريات تقدر كمان ان هي تعبر عن مشاعرها، فالموضوع ده كان غريب بصراحه لما سمعته، ولكن ربطت كل حاجه ببعضها لما شفت ديف مقتنع فعلا ان الفطريات عندها مشاعر. وده يفسر لنا المشهد اللي تسمتت فيه لما الوحش ده قعد يقرب له، وكان مشهد صادم صراحه وناس كتير شافته غريب، وانا اتفق معاكم ان هو كان غريب بصراحه، بس طلع في وجهه نظر وما كانش مجرد عبث واحنا بنفهمها دلوقتي. إلي بتكتشف حقيقه ديف وجماعته وان هم اكلي لحوم البشر، فبتبدا ان هي تهرب. وفي نفس الوقت جول عرف مكانها وبدا يدور عليها، وبنبدا بقى نشوف نفس مشاهد اللعبه بالظبط. إلي بتقتل جيمس وبتهرب، ومش بيتبقى غير ديفيد هو اللي وراها، وساعتها بقى النار بتولع، ويعني اللي لعبوا اللعبه عارفين اللي حصل. إلي بتقدر ان هي تقتل جيمس وبتهرب، ومش بيتبقى غير ديفيد هو اللي بيجري وراها. النار بتولع في المكان، وبتقدر ان هي تقتله في الاخر في مشهد صعب وغير مريح ابدا، والمشهد طول كل ده عشان لما إلي تطلع من المكان انت كده وانت بتتفرج تحس بالخلاص، شعور بالاطمئنان بيحصل لاول مره بعد 9 حلقات لما تشوف جول وإلي مع بعض، بعد كده هتكون متاكد ان محدش هيخون التاني. وهنا بتكتمل دائره الثقه اللي انا كلمتكم عليها في اول الحلقه، ثقه جول بإلي اللي اتكونت بعد ما جول صحى كده وعرف ان إلي ما تخلتش عنه، وثقه إلي اللي عارفه ان جول بعد اللي حصل ده
عمره ما هيسيبها. حقيقي نهايه الحلقه الثامنه هي الافضل من بين نهايات كل الحلقات اللي فاتت، على قد ما المسلسل فيه سقطات كتير جدا جدا يعني، ولكن في حلقات لو هتتفرج عليها لوحدها كده فهي فعلا مميزه. الحلقه الثامنه من مسلسل ذا لاست اوف اس هي الافضل من وجهه نظري، وتقييمي ليها 9.5 من 10. هتقولي بقى النص ده راح فين؟ اصل هما بيقولوا عشان تبقى محنك ما ينفعش تدي حاجه 10 من 10 مهما كانت. ما يعرفوش ان هعمل سلسله افلام تاخد 10 من 10، هيجي لهم سكته قلبيه فيها دي. المهم اتمنى يكون الفيديو عجبكم، قولوا لي بقى رايكم تحت في الحلقه، هل شايفينها فعلا افضل حلقه في المسلسل؟ وتتوقعوا بقى الموسم الاول من المسلسل هينتهي على ايه؟ هل نفس احداث اللعبه بالظبط ولا ممكن يغيروا في حاجه؟ لو وصلت لهنا في الفيديو احب اشكرك ان انت بتتفرج على الفيديو للاخر، ويعني انا بحبك يا عم. ما تنساش بقى ان انت تنزل تعمل لايك للفيديو لو دي اول مره تشوفني، وحابب ان انت تشوفني تاني اشترك في القناه دوس على الجرس الصغير اللي جنب. انا علي اسماعيل نونز موفي هاسلر، وبالمناسبه لو حابب تشوفني اكتر ممكن تعمل لي فولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك، بنزل محتوى بشكل يومي. فبس كده نتقابل في فيديو تاني، سلام. زي الفل كده، اتعشى.